متقاصد كجميع الأساتذة نار على عالم كاتب وشاعر وباحث في الثقافة الأمازيغية وناشط حقوقي له العديد من المؤلفات من بينها الأمازيغية في خطاب الإسلام السياسي سنة 1998 أسئلة الثقافة والهوية في المغرب المعاصر سنة 2002 سياسة تدبير الشعب الأمازيغي بالمغرب سنة 2009 رسائل إلى النخبة المغربية 2010 كلمة الأستاذ أحمد عاصف ستكون حول دلالات الاحتفال بالسنة الأمازيغية بين التجذر وبين الكونية فله الكلمة فليتقدم مشكورا. هاد الندوة اللي كتنظمها الجماعة طنجة كان الهدف منها هو تدارس يعني الدلالات والأبعاد ديال احتفالية رأس السنة الأمازيغية في المغرب اللي أصبحت الآن عيد وطني ويوم عطلة، وكذلك الإشارة إلى عدد من القضايا الفكرية المتعلقة بالهوية والثقافة واللغة، وأيضا تدارس الأوراش الكبرى داخل مؤسسات الدولة اللي كتعلق بمؤسسة الأمازيغية وتعميمها في مختلف القطاعات. شكرا سيد الرئيس إسماعيل أزول، أهنئكم في البداية جميعا بهذه المناسبة السعيدة رأس السنة الأمازيغية، وأتمنى أن يكون العام الجديد 1994 عام توفيق وصحة ونجاح للجميع. إشكالية الهوية ترتبط بشكل وطيد بهذه المناسبة التي نحتفل بها، ومن خلال الدلالات الأربع التي سأخوض فيها وأحاول توضيحها ستتضح هذه الإشكالية بين التجذر في الخصوصية المحلية والوطنية. هذه الخصوصية ممتدة نحو ما هو إنساني وما هو كوني. الهوية تتحدد قبل كل شيء كمبدأ في العقل البشري يدرك به الأشياء، وهذا ما قاله أرسطو منذ 2500 عام عندما تحدث عن مبدأ الهوية كواحد من مبادئ العقل البشري التي يدرك بها العالم ويدرك بها الأشياء. ومبدأ الهوية عند أرسطو يتمثل في أن العقل يدرك بأن الشيء هو هو ولا يمكن أن يكون شيئاً آخر، بمعنى أن له مجموعة من الخصائص الثابتة التي تميز عن غيره. لكن لاحظوا معي، عندما ننتقل من مجال المنطق الصوري الأرسطي إلى مجال الثقافة والأنثروبولوجيا سنجد بأن هذا المبدأ المنطقي سيهتز، لأن الحديث عن الخصائص الثابتة في الشيء يصعب كثيرا التمسك بهذا المبدأ عندما يتعلق الأمر بالثقافة وبالوجود الإنساني المتوتر والمتحول والمتغير والذي يعيش سيرورة في التاريخ لا تنتهي ولا تتوقف ما دام الإنسان كائنا يوجد على الأرض وفي الجماعة. ففي المجال الثقافة سوف نجد بأن مبدأ الهوية سيبدو كما لو أنه مبدأ نفهم به الظاهرة الثقافية بوصفها ذات خصوصيات تظهرها مقارنة بجماعة مجاورة لها، لكن هذه الخصوصيات ليست خصوصيات مغلقة على ذاتها، وإنما تؤثر وتتأثر على الدوام. ومن هنا في الكتاب الذي ذكره السيد الرئيس أسئلة الثقافة والهوية في المغرب المعاصر، هذا صدر سنة 2002، تناولت موضوع الهوية انطلاقا من إشكاليتين كبيرتين.
إشكالية الهوية بين المطلق والنسبي، وإشكالية الهوية بين الخصوصي والكوني. الهوية بين المطلق والنسبي، المطلق هو ما هو ثابت وواحد، والنسبي هو ما هو متغير متعدد. فهل الهوية تدخل في إطار الثبات والوحدة، أم تدخل في إطار النسبي والمتغير والمتحول؟ الإشكالية الثانية، هل الهوية خصوصية مغلقة في إطار جغرافي بشري معين، أم أنها تبادل؟ الدرس الأنثروبولوجي عبر 100 سنة من القرن العشرين وإلى ما جاء في 2003 يخبرنا بأنه لا توجد ثقافة وهوية تعيش مغلقة على ذاتها. حياة الثقافات وحياة الهويات هي في التبادل، في الأخذ والعطاء، وعبقرية كل خصوصية هي في قدرتها على حل معادلة التجدر والكونية، أن تكون متجدرة وذات أصالة ولكن في نفس الوقت تنفتح أغصانها بعيدا لترتوي من ينابيعها أقوام وأجناس وثقافات. الأمازيغية حققت هذه المعادلة عبر التاريخ منذ آلاف السنين. الأمازيغ لم يعيشوا أبدا هوية انغلاقة. رأسا الأمازيغية يجسد قوة صيرورة الهوية من خلال 4 رمزيات كبرى مهمة جدا، ولم نكن ننتبه إليها لأننا كنا نعيش هذه الطقوس داخل الأسر والعائلات ونتمتع بها دون أن نفكر فيها، إلى أن جاء المجتمع المدني الحديث الذي بدأ يفكر في هذه الرمزيات ويعيد تشكيل الهوية على المستوى النظري والمعرفي معتمدا على العلوم الإنسانية، اللسانيات، الأركيولوجيا، الأنثروبولوجيا، علم السياسة، العلوم القانونية، إلى غير والآداب العصرية أيضا إلى غير ذلك. أول رمزية لرأسنا الأمازيغية وهي قوية جدا من الناحية الهويتية هي رمزية الانتماء إلى الجغرافيا، إلى الأرض. عند الأمازيغ الأرض هي التي تحدد هوية الفرد والجماعة، لأن الأساطير الأمازيغية القديمة كانت تعتبر بأن الأرض مثل المرأة تحبل وتلد، ولا تلد فقط المزروعات من حبوب وفواكه وخضر، بل تلد الإنسان أيضا. الأرض تنجبنا ثم تحتضننا فنعود إليها، ولهذا يطبخ جميع ما تنبته الأرض دفعة واحدة، يطبخ الحبوب والخضار في أكلات. الحبوب وحدها مطبوخة تسمى إنبوبر أو أوركيمن، مع الخضار كذلك في الكسكس أو مع العصيدة إلى غير ذلك. وتختلف أسماء أكلات والأطباق في شمال أفريقيا من جزر كناريا إلى واحد سيوة بمصر. الكل يحتفل بهذه الرمزية، الرمزية الفلاحية، وتيمنا بزنة فلاحية جيدة يطبخ الفلاح الأمازيغي جميع ما تنبته الأرض، إشارة إلى تقدير واحترام هذه الأرض التي تعطيه هذه الخيرات. وهنا يبعث رأس السنة الأمازيغية رسالة إلى الكون، إلى العالم، وهي رسالة الحفاظ على الموارد الطبيعية. الفلاح الأمازيغي كانت له حكمة تدبير المياه بشكل دقيق جسدها في أعراف المياه، قوانين عرفية خاصة بالماء يعني قمنا بجمعها. هناك كتاب منظمة تبينوت
لو دغوا كوتوميي الامازيغ تجدون فيها الكثير من اعراف الماء. هناك المجموعه العرفيه التي جمعها السيد احمد ارحموش وهو يدرس يعني دراسه ماستر في نظام العداله عند القبائل الامازيغيه، فجمع كما كبيرا جدا ايضا من الاعراف ودونها ونشرها في اجزاء من الكتب. سنجد بان هناك حكمه عظيمه جدا لدى الفلاح الامازيغي في تدبير الماء، ونجد اساطير ماء عند الامازيغ القدامى مما يظهر نوع من التقديس لهذه الماده الحيويه. الان الوزير سير بركه اخبرنا قبل ايام بانه الدوله ستبدا بقطع باغلاق السرابير علينا لاننا اصبحنا في 23% فقط من حقينه السدود، ومن 20 مليار متر مكعب اللي هي حقينه السدود في المغرب لم يتبقى لنا الا 500 مليون متر مكعب، بمعنى المغرب مقبل على مرحله عصيبه، مرحله عطش اذا لم تنقذه مياه البحر. هنا السادة الأمازيغية يبعث رسالة حكيمة، علينا تدبير المياه بحكمة كما فعل أجدادنا، باقتصاد الندرة، الشيء النادر يتم تدبيره بحكمة لكي لا يعني يزول. وهذه الرسالة الكونية أيضا مهمة، لأن في الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تربطنا بالأرض شيء أساسي بالنسبة لمستقبل البشرية. البشرية لم تحافظ على هذه الموارد بحكمة، ولهذا اليوم هي معرضة لأخطار كبيرة تتعلق ببقائها. الرمزية الثالثة لرأس الأمازيغية هي رمزية العراق التاريخية، وهذا كان جواب يعني سي أفوري تكلم على لا كونستركسيون de l'identité ou de symbole identitaire.